أنا عبد الرحمن أبو مالح من أندرويد هاز، واليوم الجهاز هو النسخة الثانية من سامسونج جالكسي تاب 7. أبرز التغييرات هو معالج ثنائي النواة، وبرضه سمك الجهاز ووزنه أصبح أفضل من أول. كما أن الشاشة الممتازة وهي بدقة 1024x600 بيكسل، وما نقدر نقول عليها عالية الدقة. لعل أبرز ما في الجهاز هو نظام التشغيل لآيس كريم ساندويتش اللي أضافته سامسونج على هذا الجهاز، فسرعة الاستجابة والتنقل أصبحت رائعة جدا مع وجود الآيس كريم ساندويتش اللي يعطي إمكانيات بشكل أفضل. الجهاز هذا هو نقدر نقول أنه أول جهاز من عائلة الجالكسي تاب اللي تأخذ الآيس كريم ساندويتش، فنلقى إدارة المهام وإدارة التطبيقات أصبحت أفضل. كما أن سامسونج برضو غيرت بعض الأشياء الموجودة في النظام، مثل إضافة الأدوات الويدجت أو الاختصارات أو المجلدات من خلال الضغط المطول على أي مكان فاضي في الشاشة. بعض الناس تشوف إضافة المجلدات بهالطريقة تصير أفضل، وعن نفسي أشوف أنه الطريقة الموجودة في الأندرويد العادي أفضل بكثير مما هو موجود في إضافات سامسونج. من الإضافات اللي أضافتها سامسونج برضو على الواجهات أنه أصبح بإمكانك إضافة أكثر من واجهة، أو تقدر تحذف أو تعدل حسب ما تبغى. تقدر تغير برضو الرئيسية حسب ما تبغى، مثل بالضغط على الزر الموجود في كل صفحة. من التغييرات على واجهات التتشوز 4 اللي هي إضافة تطبيقات أكثر على الشريط السفلي الموجود في كل أجهزة سامسونج اللوحية، فالآن تقدر تعدل أماكنهم أو تغير الترتيب بشكل أفضل حسب ما أنت تستخدم بشكل أكبر. هذه الإضافة أشوف أنها ممتازة، والشريط برضو أجد أنه جدا عملي. وفي هالجهاز راح تشوف شغلات كثيرة قامت سامسونج بتغييرها إلى شاشاتها الخاصة، فمثلا استبدلت شاشة القفل الخاصة بها بدلا من الشاشة الموجودة في الأندرويد الآيس كريم ساندويتش. والآن الحديث عن الآيس كريم ساندويتش، في جميع التطبيقات اللي تعمل على الآيس كريم ساندويتش تشتغل على هذا الجهاز، فمثلا الكروم وعديد من التطبيقات الأخرى، وهذه حاجة جدا ممتازة. ونلخص القول بأن هذا الجهاز جدا جدا رائع متى ما قارناه بسعر الزهيد اللي ما يتجاوز 999 ريال والموجود في متجر يو أفينيو. مخارج الجهاز ومداخله هي نفسها الموجودة في الجالكسي تاب 7 بلس، مع وجود ذاكرة خارجية حتى 32 جيجا بايت. برضو موجود الاي ار، منفذ الاي ار، واللي تقدر تتابع فوائده مثل هذه الأجهزة من سامسونج في الفيديو الخاص فيه. شكرا لكم.